هل يجوز الطواف بالحذاء؟ إذا كانت طاهرة فلا بأس، لكن الآن ما تمكن من الطواف بالحذاء لأنه تؤذي الناس بالزحمة وتلبس حذاء، وأيضا تصبح محل انتقاد من الناس، وأيضا المطاف الآن مبلط ويؤثر فيها أثر الحذاء. بالأول كان تراب ولا يؤثر فيه، لكن الآن المساجد والمطاف بلطت، فلا الإنسان يطوف بحذائه لأنه يؤثر في المطاف بالتراب الذي يجلبه مع بحذائه أو يكون فيه وسخ. نعم.